حبيباتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خديجة أم البنات. اليوم جيت نوجد معكم هذا الكرواسو هذه أو شهدة انفرادية اللي هي بواحد الطريقة جميلة وسهلة، ولكن كتجي روعة وبريستيج. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. غادي ندوزو دابا المقادير وطريقة التحضير، فبقاو معايا لآخر الفيديو، فرجة ممتعة إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير، عندي هنا 400 غرام ديال الدقيق الممتاز، دقيق الحلويات. عندي الحليب هنا 180 مليلتر ديال الحليب اللي هو دافي. عندي هنا 80 غرام ديال السكر الخشن. عندي هنا 60 مليلتر ديال زيت المائدة، وعندي هنا واحد المعلقة ديال الزبدة، معلقة كبيرة ديال الزبدة. عندي خمارة بيكنج باودر، عندي شاصية ديال السكر فاني، عندي معلقة ديال الملحة، عندي هنايا معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، وعندي هنا جوج معالق ديال الكاكاو المر. غادي ندوزو للطريقة ديال التحضير ان شاء الله. اول حاجة غادي ندير الحليب. انا غندير العبار ديال العنبة 120 مليلتر اللي كيعطينا، وغادي نحط فيه السكر والخميرة ديال الخبز والسكر فاني، هادو ثلاثة اللي غادي نخلطهم ان شاء الله. غادي نخلطهم بالذوب ديال الخميرة، وغادي نحط الزبدة. غادي نخليهم واحد 3 دقائق فقط على ما تذوب لنا داك الخميره ديالنا والسكر. دقيق منخول من طبيعه الحال. غادي ندير عليه الملح والبيكنج باودر. ونسيت اخواتاتي واحد البيضه، كنطلب السماحه لان ضروريه البيضه. وغادي نخوي الزيت. ما غيبقى لنا الا الشكلاط. كما كما شفتوا كيجي العبار هو هذاك. دابا غادي نحطها في العجانه، غادي تعجننا واحد الخمسة ديال الدقائق ان شاء الله، وغادي نرجع معكم التشكيله ديالها. وهي العجينه ديالنا هانتوما من بعد ما تلكات. دابا غادي نقسمها في النص. من العجينة في وسط النص. هادي غادي نجمعها، غادي نخليها تخمر هنا، وهادي غادي ندير لها الكاكاو، ندير واحد النقيطة د الزيت باش يذوب لنا داك الكاكاو. حصلنا على هاد العجينه هادي، هانتوما كما كتشوفوا
حتى هي راه مازال رخوه، وغادي نحطوهم جوج فقط غادي يرتاحوا، ماشي غادي يخمروا حتى الاخر. غادي نغطيهم بجوج ان شاء الله. دابا لازم نفرشوهم واحد الفريطه او نيدل. باش ما طلعش معاهم داك البروده، وخصوصا دابا الحال بارد. غادي نحطيوهم يرتاحوا لنا المهم تقريبا داك 5 دقائق 6 دقائق صافي ورجع ليهم. وهنا غادي ندير كاس ديال الحليب، غادي ندير واحد الفانيا شاصية ديال الفاني، غادي ندير معلقة ديال السكر، وهنا غادي ندير واحد جوج معالق ديال كريمه الكاستر، كريمه الباتيسري. هذه كدير بدون بيض، وغادي نخلطها هنا وغادي نديها طيب حتى تعقد لنا، وغادي نرجع معكم ان شاء الله التشكيله ديال هاد الشهدة. وها هي خوتي الكريمة، هانتوما كي كتجي كتجي غزالة. دابا غنديرو هاد الطريقة ديال الزبدة، غادي نخلطها مزيان وغادي نخليها تبرد. دابا فقط غندير لها واحد شويه ديال السلوفان باش ما دير لناش داك القشره، غادي نحطوها عليها بهذا الشكل هذا، وغادي نخليوها. ودابا رجعنا معكم للتشكيل، نبداو بهذه العجينة الشكلاط. حصلت على 20 حبة. دابا غادي نبداو نعمرو،
غنضغطو غير على هاد الجناب هادو، هذا غنخليه هكا عامر شوي، وغادي نحط كريمه، هنا النص غنديرو بالكريمه والنص غنديرو بلاش بهاد الشكل. لهاد الشكل هذا غادي نجيو للبيضه، حتى هي دائما كنضغطوا على الجناب، غادي نديرو لهاد الشكل. على هذا الشكل هذا غادي نمشيو تنساليو ان شاء الله ونرجعو معاكم. هنا غادي ندير صفار بيضه، وغادي ندير شويه ديال الزهر، وغادي ندهن ندهنهم، وغادي ندير عليهم شويه ديال اللوز مهرمش بقشورو، فقط غادي نمسحو، وغادي ندير على الوجه ديالهم. كما كتشوفوا هادو غادي نديرهم في هاد المولات، هادو غادي نضغط عليهم شويه نديرهم على هاد الشكل. وهنا غادي ندير هاد المسمرات ديال الشكلاط او حبيبات الشكلاط بهذا الشكل هذا، ودابا غادي ندير واحد قطعه على هذا الشكل هذا، وهنا غادي نشدو حتى هما نفس الشيء، غادي نشدو بحال هكا وغادي نقطعوهم على هذا الشكل هذا من الوسط. ودابا انا سخنت الفران، غير سخنته وطفيته، وغادي نخليهم حتى يخمروا ويضاعف الحجم ديالهم، وغادي نطيبهم على واحد الحراره اللي هي ممهده جدا، وغادي نرجع معكم ان شاء الله لاخر الفيديو. انتظروني اخوتي حبيبتي، وهذا هو الشكل النهائي. هانتوما كيفاش كيجيو، يعني هي الشهده، ولكن الشهده انفراديه على هذا الشكل هذا. كيجيو الباتيسري كيبان منهم داك الحشوه ديال الباتيسري، العجينه ديال الشوكولاط، يعني كتعطي واحد الالوان اللي هي رائعه كما كتشوفوا. كنتمنى حبيباتي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتشاركوه معايا، ادخلوا للقناه ديالي وتبركوا على المربع الاحمر وتخدموا الجرس، وتعطيوني الراي ديالكم في هذه الوصفه الجديده هذه
جديدة على قناتي ابتكاري أنا، كنتمنى يعجبكم وتشاركوه معايا. وشكرا على المتابعة، شكرا على لي لايك زويونين، على الدعم ديالكم للقناة ديالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.